سي عندنا هنا واحد لو تيب اوا ديال الزاج، عندنا هنا واحد البلاك. اول حاجه عندنا هنا واحد البوتونسييل، عندنا هنا واحد البوتونسييل، وعندنا هنا بحال قلتي هذه هنا واحد البارير، هذه واحد البارير، وهنا اخرى بارير، وهاد البارير فيها واحد الميتال. هاد الميتال تقدر تختار اي حاجه، ميتال لو كويفر، الزنك، لو فار، اي ميتال بغيت. المهم كيكون عندك هنا واحد البوتونسييل، كتطبق واحد البوتونسييل. واش كدير؟ كتصيفط واحد الاشعه ديال لا ليمير على واحد البلاك ميتاليك، واحد البلاك ميتاليك. المشكل اللي وقعوا فيه اشنا هو هما اش كتقول لهم لا فيزيك كلاسيك؟ كتقول لهم الا بغات طير هاد لي زيليكترون ديال الميتال، لحقاش دائما الميتال كتكون فيه الكترونات حضر، الا بغات طير هاد الميتال ها هو ها هاد الميتال، خاصك تابليكي عليه واحد لا فورس، واحد لا فورس باش بحال ولا تعطيه واحد الانرجي باش هو يطير لنا من هذيك البلاك. والفكره اللي كانت في الفيزيك كلاسيك هي ان الانرجي عندها علاقه فقط بلانتونسيتي ديال لا ليمير. يعني كيقول لك اش كتقول لك لا فيزيك كلاسيك، واخا تطبق هنا، واخا تطبق اي ليمير بغيتي، طبق الصفار الاحمر، الخضر، الالترافيولي، اي المهم كيقول لك عتكون عنده لانتونسيتي كبيره عاد باش يطير لك لي زيليكترون. وكانت هذه الفكره خاطئه، هادشي اللي ما كنلاحظوش اكسبيريمونطالمون. فاش كتاخذ واحد البلاك ميتاليك، وهاد البلاك ميتاليك ما كيطير منها لي زيليكترون الا فاش كتطبق عليه واحد اللون بالضبط، داك اللون بالضبط. الا داك اللون بالضبط، واخا تكون ديك لانتونسيتي ديال هاد لا ليمير، واخا تكون لانتونسيتي ديالو فابل، كيطير هذاك الالكترون. واخا تجيب لون اخر، تجيب لون اخر عنده واحد الفريكونس اخر، واخا تجيب واحد اللون اخر عنده واحد الفريكونس كبير، واخا تجيبو وتصيفطو على هاد البلاك، ما غاديش يطير الالكترون. اذا هذا هو الفكره اللي ما قدروش يفسروها العلماء في ذاك الوقت. نشوفوا دابا هاد السيميلاسيون ديال ليفي فوتو الكتريك. سيميلاسيون هي هادي، السيميلاسيون هي، لاحظ معايا هنا، غادي نختار هنا شي بلاك ميتاليك، صوديوم، زنك. مثلا ناخذ انا الكويفر، ناخذ انا الكويفر زيد السي، غنبدا نشونجي هنا في الفريكونس. هنا كاين لا لونغور دوند، وليني بحال لا كان عندي لا لونغور دوند يعني الفريكونس. المهم لاحظ معايا هنا فاش كن نصيفط اشعه على هذا البلاك ديال الكويفر، ما كيطير لا الكترونات لا والو. انت شوف علما ان لاحظنا لانتونسيتي، راني مطلعها الماكسيموم 100%. انا غنبدا نشونجي. شو لاحظ معايا ملي وصلت هنا للترافيولي، لاحظ معايا هنا تقريبا في انت شو معايا تقريبا في 248 بداو ديك لي زيليكترون كيطيرو من ديك البلاك. اذا اش لاحظنا هنايا؟ اش كنستنتجو هنايا؟ نستنتجو بان ديك الانرجي راه عندها علاقه هاد الانرجي هي عندها علاقه بهاد الفريكونس. ها هو مثلا نديرو شي بلاك اخرى، بلاك ديال الصوديوم. لاحظ معايا الصوديوم، شو الصوديوم لي زيليكترون فاش كيبداو لاحظ معايا، شوف مع اللون الصوديوم لاحظ معايا في الخضر. انت لاحظ معايا، شوف واخا كنقلل لانتونسيتي، شوف واحد لانتونسيتي اللي هي صغيره، ومع ذلك كيطيرو دي زيليكترون. وانت الى مثلا لخت فريكونس خذها هو ها، طلع واخا نطلع لانتونسيتي الماكسيموم ما كيطول. المهم نكملو سيميلاسيون. بلاتي هنا ما قلتش لكم واحد الحاجه، بلاتي
لاحظ معايا هنا، هذا دابا لا كورب. هذا لا كورب ديال الانرجي اون فونك، هذا هو لا كورب ديال الانرجي اون فونكسيون ديال الفريكونس. لاحظ معايا هنا فاش غادي نفاري، فاش غادي نشونجي الفريكونس، انا غادي وكنطلع في في الفريكونس. انت لاحظ معايا كنطلع الفريكونس، اش كيطرى بيناتهم؟ واحد العلاقة اللي هي لينيير. شي هنا لينيير بين الفريكونس او بين الانرجي. المهم ندوزو دابا، ندوزو دابا نكملو نشوفو ريوسنا فين وصلنا. دابا échec de la théorie électromagnétique et succès de la théorie d'Einstein. هنا الفشل ديال الالكترومانيتيزم في التفسير ديال الظاهرة. اش كتقول لينا دابا هاد الالكترومانيتيزم؟ غنشوفو دابا الافكار اللي كتقول لينا. L'onde lumineuse est une onde électromagnétique. Le champ E ou B est la force qui s'exerce sur les électrons A, F, et il y a la force de Lorentz, qui est facteur de E plus V vectoriel B, V est la vitesse de l'électron. Les électrons peuvent être extraits des métals. V est la vitesse de l'électron qui est la charge de l'électron. نظريا في الـ في الـ في لا تيوري الكترومانيتيك، قال لك هاد لي زيلكترون يمكن لينا نطيرهم، يكفي انك تابليكي عليهم واحد لا فورس سيفيزونت باش طير. لينيرجي ترانسبورتي بار لوند اي بروبورسيونيل ا سون انتنسيتي. هادي عاوتاني هي الفكره اللي كانت خاطئه، بان لينيرجي ترانسبورتي بار لوند، لينيرجي اللي غادي تعطي هذيك لوند داك الغيونمون اللي غادي تعطي لذاك لي زيليكترون، قال لك بروبورسيونيل لانتونسيتي ديال داك الاشعاع، وهذه فكره خاطئه. ليميسيون دو فوتو الكترون دوفري اتر اوبزيرفي بور تو فريكونس بور في كو لانتونسيتي سوا سيفيزونت. قال لك يمكن لينا لاحظوا دوك لي زيليكترون اللي كيطيروا مهما تكون ديك الفريكونس، خاص فقط ان تكون ديك لانتونسيتي كافيه. ولاحظنا هادشي تجريبيا، هاد الفكره ما ناجحاش تجريبيا. كون اون انفوا سير ان ميتال ان اوند ليمينوز دانتونسيتي كرواسونت الوغ او اي بي اوغمونت، سكي امبليك كو لا فورس اف اوغمونت. قالك السيمليت ابليكي واحد لانيمين واحد لوند ليمينوز على ديك البلاك، لازم اون اون ليمينوز دانتون عند فاش كتكون ديك لانتونسيتي ديال ديك لوند ليمينوز كتكون كبيره، فاش كتكون غاديه وكتكبر كيكبر معاها لو شون او، وكيكبر عاوتاني لو شون بي. هادشي كيعني بان هاي او كتكبر، في كتكبر، يعني هاد لا فورس كتكبر. لي زيليكترون سورون بار كونسيكونس اكسيليري سو ريزولتا en contradiction avec les observations expérimentales. قال لك بما ان E كبار F كبار، دونك هاد لا فورس ابليكي على هذيك دوك لي زيليكترون، هذيك لا فورس كافيه باش تاكسيلي لنا لي زيليكترون ويطيروا من ديك البلاك. قال لك هاد الشيء راه متناقض مع ديك مع دوك الملاحظات التجريبيه. Dans la théorie classique, l'énergie de l'onde lumineuse ne dépend pas de sa fréquence. وعاوتاني الفكرة اللي كانت بأن الانرجي ما عندها حتى علاقة بالفريكونس ديال دوك لي زوند ليمينوز. كونكليزيون اللي يمكننا كونكليزيون اشنا هي؟ لا تيوري اونديلاتوار دو لا ليميير نو ريسي با اكسبليكي ليميسيون فوتو الكتريك كار الي. قالك السي هاد لا تيوري اونديلاتوار كيما قلت لكم قبيلة، بان لا ليميير كان عندها الحين داك الوقت قبل الفوتو الكتريك كانت عندها اسبي اونديلاتوار، كنقولوا بلام دي زوند الكترومانيتيك. لا ليميير راه ما هي الا دي زوند الكترومانيتيك. ليميسيون علاش؟ قالك انكابابل ديكسبليكي لا فريكونس سوي، ما قدراتش انها
تفسر لينا علاش بالضبط، علاش بالضبط حتى كان واحد الفريكونس سوي، واحد العتبة ديال الفريكونس اللي كان الفريكونس ديال هادوك لي غايون اللي كنصل على ديك البلاك، علاش خاصني حتى نوصل داك الفريكونس عاد عاد يطيروا لي دوك لي زيليكترون. دابا ندوزو ليكسبليكاسيون كونتيك اينشتاين اون 1905. En se basant sur l'idée de quantifier l'énergie de Planck, Einstein suggéra en 1905 que la quantification est une propriété fondamentale de l'énergie électromagnétique. Idem, j'adaba Einstein akdlina bi anna dik l'qadiye dir la continuité de l'énergie rahma kainash kaina handna la discontinuité d'énergie hiya hadi la quantification de l'énergie. Idem, هذه هي العلاقة دابا اللي ولات عندنا ديال الانرجي، هي هذه الانرجي اون فونكسيون ديال الفريكونس او ايتيغال اش ني، و اش هي الكونستانت دو بلانك، هذه ديالها هي الجول في السكوند. اش قال لك السي اينشتاين؟ اش قال لك؟ il faut pour arracher l'électron du métal une énergie plus grande que l'énergie de liaison entre l'électron et l'atome. الكسي باش تطير انت هذاك الالكترون من الميتال خاصك تعطيه واحد لينيرجي اللي هي كبر من شنو ديك لينيرجي دو ليزون ديال ليزون ديال الالكترون او لاتوم. قالك سمينا هاد لينيرجي هاي ها ايتابلي ترافاي ديكستراكسيون هو هذا دوبلفي. لينيرجي سينيتيك دو الكترون كي سيشاب دي ميتال سيكري دونك. اذا ملي كيطير داك الالكترون من ديك البلاك كينطلق بواحد لينيرجي سينيتيك، يعني كيتحرك بواحد الفيتاس، يتحرك بواحد لينيرجي سينيتيك اللي هي هذه، هي هذه او كا كتساوي هي اش ني موان دبل في. يعني في الاصل شنو هي؟ بحال هاد لينيرجي ها هي اش ني اللي عطينا الالكترون في البدايه، شد منها واحد البارتيه دبل في باش هي باش بحرت حيد من داك باش بحر فرقناه على بحر فرقناه على الاطوم، والانرجي الاخرى اللي شاطت هي الانرجي سينيتيك باش تحرك.